صباح الخير عليكم، كي صبحتوا؟ كلشي مزيان لاباس عليكم البنات؟ لقيتوني دابا يا البارح عاد فايقه، بغيت نبارطاجي معكم البارح جات من مورايا صاحبتي، وفي حقيقه ولا سيغونس ديالنا تكلف، وبشكر ان واحد طوموبيل يعني لما تجي الطوموبيل ديالنا وعلى ما يجيبوا لنا الطوموبيل ديالنا، وكيقول لك ما تجيش غير في الصحه وتجي فين ما بغات، وما تجيش غير في الصحه وما تجيش غير في الوليدات وتجي فين ما بغات، والحمد لله كل شيء داز على خير. دونك البارح دوزنا الامور، درنا ديكلاراسيون مع لا سيغونس، وزيد 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 راكم عارفين لي هذاك الشيء كامل. دونك شنو درت من بعد ما من مشينا ديكلارينا انه راه شنو وقع وشنو وقع، وكديري البوستا وكتعاود توريها وكتكوني دايره كل شيء. المهم راكم عارفين الاجراءات البنات، ما كاين حتى شي واحد اللي خافي عليه هاد الاجراءات. المهم مشيت ديك الساعات يجي تعطيونا واحد النيميرو بانكون لا سيغونس صغير تكونيكتينا مع لا سيغونس الكبيره. درت معاهم واحد ابل وباش على اساس قالوا لي شنو خاصك وداك الشيء. قلت لهم انا لحد الساعه راه ما كنتحركوش، ولادنا خصهم طوموبيل باش نديهم المدرسه، لي رونديفو راكم عارفين اوروبا خصك تحرك غير بسميتو غير بالطوموبيل، ما عندكش طوموبيل راه ما عندك والو. دونك شنو درت؟ عيطنا واحد جوج نوامر جاوبتنا لاجونس. المره ديك ساعاتي عطاتنا واحد الكراج بعيد. المهم دونك ها المشكله فين غتبقى، المشكله فين غتبقى؟ قالت لنا واخا سي اوكي، عيطت الكراج، الكراج عيطوا ليا حيت انا اللي كان انا الكونديكتور، عيطوا ليا الكراج. شنو درت ملي جاوبتهم؟ قالوا لي ابارتير دو يعني مع الوقت مع ثلاثه العشيه. هي اللي قالت لي قالوا لها هما قالوا لاجونس ابارتير مع ثلاثه، هما عيطوا لي قالوا لي راه قالوا لهم مع ثلاثه خصك تكوني، قلت لهم لا راه قالوا لي ابارتير دو 15 يعني مورا الربعه الربعه ونص الخمسه. المهم ابارتير مع ثلاثه ابارتير دو 15 د لابريميدي داكور. فاش غتبقى؟ غتبقى لي شو باش تعرفوا راه زعما الطوموبيل ياكلش، غتبقى في اللي غادي يهزني ويديني لهذاك الكراج باش انا اوكيبي غير الطوموبيل. كنفكر 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 كنفكر، الجار هذاك الصباح نيت دانا لبلاصه اخرى، ودانا هذاك سميتو فين كانوا داو الطوموبيل كراج اخر، ملي هزو الطوموبيل كامل من هنايا دوك الديباناج دانا لتما، ما جاتنيش في العشيه عاود نقول له ديني اوكيبي غير الطوموبيل. معرفش كي سوني ليا ما جاتنيش نقول له عاوتاني في العشيه ديني نغوكيبيغي الطوموبيل، ما جاتنيش نهائيا. اشنو درت؟ عيطت لصاحبتي مسكينه عندها جوج الوليدات عندها دو بيبي. شنو دارت؟ جات من مورايا مدينه بعيده عليا هي من بساعه بساعه الطريق، دونك بعيده عليا بساعه الطريق، جات بوليداتها لانه ما عندهاش معاها ما تخلي وليداتها، جات بوليداتها هزتني هي ما عارفاش الطريق، هي جات لهنايا خلات لي الطوموبيل قالت لي انا ما عارفاش الطريق سيري. دونك مشينا انا وياها حتى الكراج زيت الطوموبيل ولينا عاوتاني، هي مسكينه دازت ديريكت مشات بحالها، وانا جيت لدار عييت نحصرها وما بغاتش تبات لانه ما كانش دايره بروغرام باش تبات. هذا هو البنات، ودابا راني جبت الطوموبيل غير باش نديباني على ما تخرج. سمحوا لي انا كنت مريضه، كانت ديجا عندي واحد المرضى هي باش تخرج طوموبيلتي. هذيك الساعات ان شاء الله انا معاكم، هادشي كله درته غير باش نتسنى. المهم البنات حيت لي الطوموبيل اللي عطاونا ديالنا، حيت الكراج اللي كنتعاملوا معاه ديال سيتروين هاد الساعه كنتعاملوا مع سيتروين، ومني شرينا حنايا بدينا شرينا مع سيتروين، بقينا دائما مع سيتروين. المهم هادي شنو كيوقع لي انا كيطلعوا لي ملي كنكون نهضر معكم عاد كيجوني ميساجات لانهم كنهضر معكم غير من التليفون. وقلت لكم جات صاحبتي وداتني كمل لكم موضوع القبيلاتي، داتني مسكينه وحطاتني وهزيت الطوموبيل وجبتها وهي كملت لدويرتها وصافي. دابا ها انتم من نهاري بارح من نهاري صبحت محتاجه الطوموبيل، انا عاوتاني خصني عندي الشغالات بزاف وعندي رونديفيز خصني نمشي نقضي الشغال من نهاري يا البنات، زعما ما نكتبش عليكم والله القسم، راه كنقول
ما عرفتش حيت حنا واقيلا جينا هنايا ما كاينش ترونسبور بزاف ولا بوتيتغ بوتيتغ ما بقيت فاهمه والو. انا كنقول علاش من نهار صبحت محتاجه الطوموبيل. المهم البنات كيف ما قلت لكم غادي نخرج عندي راه رونديفو مع سميتهم في العشيه او الثاني ودابا اول غادي نخرج عند واحد المراه. يعني الطوموبيل ضروري حنا ديما نحتاج الطوموبيل ديما ديما. انا معكم نسيت انه كان يلا يلا حبيباتي يلا تمشوا معايا نبقى ننتظري اوكاو شنو بدي اخور هاي الطوموبيل اللي عطاونا هي هادي. شوفوا الطوموبيل اختي دوزو شتو هي باقا نيت نيت كغراجلي في هذيك البلاصه بقيت كنغوت عليها انا بقيت تروماتيزي يا البنات بقيت تروماتيزي من هذه البلاصه صراحه ما كنتش انا ميرسي قطع ملي وقطعتش ما حيت حنا اننا ساكنه في ساكنين في امتي فيلاج كنقول مع راسي لو كان كنا لا نتوما بحال هكا كنكون على خاطري بحال هكا كنكون في هذا الكونت. يعني سبحان الله سبحان الله ربي يحفظك سيدي ربي راه ما ينجيكش العبد الحمد لله. هذا كل جال البنات كيطيح لنا دابا بدا يطيح ها هو كاميو جاي ها نتوما وليت نخاف انا من هاد الطريق والله الا وليت نخاف القاسم جاتني بحال اللي كيقولوا هنا بالفرونسي كوماتيز يعني جاتني واحد الخلعه ما نقولكمش بسم الله بسم الله يلا دابا قالك اسيدي نحط الساروت الساروت ما غنديروش في هذا ما غاديش نديرو في ما غادي ما عندو حتى شي بلاصه فين يدخل الساروت كتكونيكتا اوتوماتيكمون هي هي الساروت بحال الشكل ديال اللي كنديرو فيه دابا كنتسنى هي في حق قازوين هاد الطوموبيل كون يبدلو لنا طوموبيلتنا بهادي ولكن هي لي طخون موديرن ديالي موديرن هادي قالت لها ما تعرفيش اللي ولف شي حاجه راه ولف هي البنات كنقول البنات كون كنت خدامه وخدامه في شي بلاصه بعيده لانه انا ساكنه في امبتي فيلاج يعني ما ساكنيش في مدينه كبيره ساكنه في سامبتي فيلاج كون كنت ساكنه في شي بلاصه اللي هي ما بعيده نورمالمون مدينه اخرى وكان الناس كاينين بزاف بينا كيخدموا كاينين الناس في هذه المدينه كيخدموا في باري وكيجيو لسميتو كيجيو لديورهم يدخلوا لديورهم في العشيه كاينين اللي كيخدموا في كل واحد وفين خدام. المهم انا كنقول مع راسي كون كنت خدامه وبعيده الحمد لله هاد الساعه ما خداماش يعني غير ضربني البرد البنات يعني غير من هاد الساعه حاليا ما خداماش كنقول الحمد لله لانني ما خداماش. الباترون ديالك ما يعقلش عليك تقول له راه الطوموبيل اون بان ولا شنو ما يعقلش عليك. ايوا الحمد لله داكي التليفون يطيح ما مسقاش فهادي الحمد لله كلشي من اش غنقول لكم كلشي كيجي من عند سيدي ربي
ماشي نتسخر مع الجوج عاود عندي رونديفو رونديفو ماشي في هاد المدينة اللي أنا ساكنة فيها، في مدينة أخرى. يعني هذا هو المشكل، هي خايبة وزوينة باش تسكني في هادوك المدن الصغارين، هادوك خايبة وزوينة. باش زوينة زوينة من واحد الشيء، من جهة من أنك تكوني كالم، كتكوني ساكنة في واحد المدينة كالم، يعني ما كاينش الصداع، ما كاينش هذاك الستريس. إيه كاينة، هذه زوينة فيها، ولكن ملي كتكوني عاوتاني بهدد المشاكل بحال دابا هنا، مش عرفت راسي مدينة صغيرة كتكون خايبة، اللي ما فيهاش ترونسبور وتراموي وزيد 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 كتكون خايبة. والحمد لله كل شيء الحمد لله فوت الله، وما تجيش غير فيا وفي وليداتي، وتجي فين ما بغات، وما تجيش غير فيا وفي راجلي وفي وليداتي، الحمد لله تجي فين ما بغات. الحديد راه كيمشي، الحديد كيجي، الحديد كيف ما كتشوفوا هانتوما البارح ضرب الطوموبيل، اليوم صبحت بالطوموبيل لاسيرونس، عوضني بالطوموبيل سلفها لي، ماشي يسلفها لي لاسيرونس اوميطو، تكونيكتا مع واحد دار كونتاكت مع الكراج ديالهم ديال سيتروين ديالنا حنايا، قالوا له راه شنو شنو، ومشينا للكراج عطاونا طوموبيل، عطاوها لنا جديده، عطينا من شتا جديده ما حملتهاش، تكون ديالي اه جديده ما عنديش مشكل، ولكن بحال دابا يا جيت انا بقيت كنقول راجلي علاش يعطيونا طوموبيل جديده، قال لي راه حتى هي اسوري، راه حتى هي لا سيرونس ديالها بحال ديالنا اسوري، كلشي كيعوضها لا سيرونس كيعوض كلشي، حتى هي راه اسوري. هي مولتي ما عرفتش بلاصه عاوداني، هي مولتي كلشي عامر، هي كلشي عامر. نو 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 المهم البنات نكاغي وانا معكم. يلا حبيباتي تهلاو لي فراسكم، وباش ما نيس ما نطولش عليكم الفيديو، المهم هذا ختام الفيديو اللي بغيت نقول لكم، ما تجيش غير في فيا وفي وليداتي، وتجي فين ما بغات، وما تجيش غير في الصحه وفي العمر، وتجي فين ما بغات، تجي فين ما بغات الحمد لله. نتسنى واحد المراه غادي تخرج وغادي نمشي نكاري في بلاصتها، كليني يوتيوب باش هذا يعرف ان راني غادي نمشي لديك الجهه مورايا شي واحد. يلا حبيباتي كان المهم انا حيت دخلوا عندي بزاف الخاص، دخلوا عندي البنات اللي كيبغيوني وانا كنبغيكم وكنحماق عليكم، وكيف ما كتبغيوني راه حتى انا كنبغيكم، ودخلوا عندي البنات الخاص وكيقولوا لي الحمد لله الحمد لله وشكرا لكم بزاف، وشكرا لكم هنا باش كنعرف راسي انا عندكم عزيزه، وتنتوما راكم عندي عزازين كثر وكثر. دخلوا عندي وكيقولوا لي ما تجيش غير فيك انت وتجي فين ما بغات، وهذاك الشيء اللي كاين حبيباتي، ما تجيش غير فيا انا وتجي فين ما بغات. والحمد لله دابا يا حنا كنتسنى غادي نتسنى كيف ما قلت لكم على ما يجيبوا لي طوموبيلتي، لا فيها ما تصاوب غادي تصاوب، ما فيهاش ما تصاوب غادي نشري طوموبيل اخرى، ولكن بالفلوس ديال سميتو ديال لاسيرونس، مع انني اسوري غادي نشري طوموبيل اخرى ان شاء الله بلاسيرونس اللي غادي يدير لنا تعويضات. هذا هو مشينا. المراه ما لقاتش كيفاش تخرج، كنت مبلوكياها انا، ما كيتحبليش كنت مبلوكياها، هي بغات دير مشاريان. المهم انا رجعت اللور شويه قلب الناس على البلايص ناري فهاد المهم حبيباتي انا وصلت. المهم انتم معايا، ما حد ندير لكم ختام الفيديو باش نقول لكم السلام عليكم، تهلاو لي فراسكم، فيديونا الجاي ان شاء الله،
وتابعوا اختكم وما كملت لكم. شكرا لكم بزاف 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 للبنات اللي يعني تشوشوا عليا ودخلوا عندي الخاص وقالوا لي فاطمه راه ما تجيش غير في الصحه وتجي فين ما بغات، راه عندكم الحق وبصح والحمد لله هذاك الشيء اللي كاين، ما تجيش غير في الصحه وتجي فين ما بغات. شنو غنقول لكم؟ شكرا لكم بزاف 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 بزاف. وحتى انا راني عندي عزازين كيف ما انا عندي عندكم عزيزات، انتم راكم عندي عزازين وكنبغيكم نكون حماق عليكم. والحمد لله كل شيء فوتو الله كيف ما قلت لكم والحمد لله. دابا يا راه كيف ما قلت لكم هيا عندنا هادي على ما ان شاء الله نشوفوا شنو غادي نديروا، واش نشرو طوموبيل اخرى ولا يصاوبونا هذيك. المهم كل شيء فات، المهم هذا الموضوع خصني ننساه، ما بقاش مأثر عليا لانه انا اثر عليا بزاف والشوك اثر عليا لانه كنفكر كنقول كون وكون وكون كون، ولكن الحمد لله ربي خرجها طريفه الحمد لله. يلا حبيباتي شكرا لكم بزاف اللي دخلتوا عندي الخاص وزعماك وراه عندكم عندي عزازين كيف ما انا عندكم عزيزه، وتهلاو ليا فراسكم فيديونا الجاي ان شاء الله. يلا حبيباتي بسلامه.